في مثل شعبي شهير بيقول ما تبوظش الطبخة عشان بقرش ساغ ملح. ده بينطبق بشكل كبير على السياحة المصرية اللي استردت عافيتها مؤخرا وحققت أرقام غير مسبوقة. يبقى حرام علينا نفسد النجاح ده عشان واحد بيعذب حصان أو جمل قدام السياح، أو صور وفيديوهات لكلاب وقطط مسمومة وبتتلوى من الألم. تكون النتيجة في الآخر كلام مسيء لمصر بيكتب على السوشيال ميديا الأجنبية ودعوات لمقاطعة الأماكن اللي فيها عنف ضد الحيوانات. السياح الموجودين في الأماكن السياحية بيصحوا الصبح على البلاجات، امبارح كان بيأكل الكلب وبيلعب معاه ومبسوط منه، النهاردة صحي الصبح لقى قدامه عليه أعراض التسمم وبيموت قدامه بالبطيء والسياح مش عارف يعمل حاجة. الكارثة بقى إن الموضوع ده بيحصل في الأهرامات والسواح بيشتكوا شكاوى فظيعة وبيقولوا مش هنيجي مصر تاني وهنقول لأصحابنا ما يجوش تاني من تحت راس المعاملة الحمير والبغال والجمال. احنا بيصلنا العديد من الرسائل من السياح والمكتبات بتشتكي من اللي بيشوفوه في المنطقة السياحية مش في الهرم بس، في طول مصر وعرضها، الأقصر وأسوان وإدفو والفيوم وسقارة ومنطقة الهرم. الحقيقة بيوصلنا حاجات، خصوصا كمان لما يكون في زيارة رسمية جاية فالخدمات البيطرية تشوف انها لازم تنزل فورا كمان تموت تسم الكلاب اللي هناك عشان في زيارة رسمية. احنا بنتلقى رسائل كره موجهة لينا لمجرد ان احنا مصريين، وطبعا لاننا معنيين بالحيوانات، ان انتوا عمري ما هاجي بلدكوا ابدا. الدول الاجنبيه بتبص لنا ازاي؟ بتبص لنا اننا احنا همجيين، ودي حاجه ما تشرفنيش. لما بنبعت لهم كلاب بره ما بيبقوش مصدقين، ما بيبقوش مصدقين لما بيجوا لحد هنا سقارة ويمشوا ويشوفوا الكلاب والقطط بيحصل فيهم ايه في الشوارع. شايفه ده ليه تاثير على السياحه؟ طب ايه ده، مين انت هتروح ترضى تروح عاوز تروح تزور بلد الناس بتوعها حد؟ انت عارف لو هما ما عندهمش رحمه للحيوانات يبقى مش هيبقى عندهم رحمه للبني ادمين. بيشوفونا ناس يعني ما عندهمش رحمه، بيشوفونا شرسين، بيشوفونا همج. منطقه الاهرامات هي اسوأ المناطق بالنسبه للاساءه للحيوان، فالخيول تحمل العربات اعلى واسفل المنحدرات وتتزحلق وتتعرض للضرب. المنطقه هنا من اسوأ المناطق، لكن الحكومة تحاول تغيير هذا الآن، وتم تقليل عدد العربات إلى حد كبير إلى أن تزول نهائياً أو استخدام السيارات الكهربائية بدلاً عنها.